التصريحات الرسمية تتحدث عن تقدم جديد هذه المرة في المنطقة الجنوبية، منطقة نوفا كوبوريفكا، هذه المنطقة التي تقع بالقرب من ميلوتوبل وإلى الجنوب في منطقة زابوريجا. تحدث بافلو كوفلتشوك الناطق باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عن تقدم جديد وتحصن وتدشين خطوط دفاعية في هذه المناطق التي احتلتها أو سيطرت عليها القوات الأوكرانية، وتحدث عن تحصين وتدشين خطوط دفاعية جديدة في منطقة روبوتين خلال الأيام الماضية. هذا يأتي مع أيضا قبل قليل أعلن عن زيارة تفقدية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ومدير مكتب الرئاسة أندري يرماك إلى الخطوط الأمامية من منطقة زابوريجيا، حيث التقى عدد من القادة العسكريين على خطوط الجبهة وتم تكريم عدد من الجنود في المحاور العسكرية التي تعلن أوكرانيا كما ذكرنا تقدمها في هذه المناطق. هذا يأتي بعد زيارة لمنطقة دونيتسك، أيضا منطقة العمليات العسكرية على طول خط الجبهة، جرى أيضا تكريم عدد من المسعفين والجنود والحديث والمباحثات والمناقشات حول العملية العسكرية التي تؤكد القوات الأوكرانية بأنها تتقدم في هذه المناطق، مع تأكيد نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا مالار بأن المخابرات الأوكرانية رصدت حشودات عسكرية كبيرة ومنظمة في منطقتي كوبيانسك وليمان الواقعتين في إقليم خاركيف. طبعا لا تزال الأحاديث حول توقع من وزارة الدفاع الأوكرانية لهجمات مضادة كبيرة وكثيفة خلال الأيام المقبلة مع وجود هذه الحشودات العسكرية الكبيرة في كوبيانسك وليمان. طبعا المحاور الأكثر اشتعالا حسب بيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة خلال 24 ساعة الماضية هي كوبيانسك، ليمان، باخموت، أفديفكا، مارينكا وشختار في الجبهات الشرقية. 29 من الاشتباكات المسلحة رصدت بين القوات الأوكرانية والروسية خلال 24 ساعة الماضية، 11 غارة جوية نفذتها القوات الأوكرانية على مواقع تابعة للقوات الروسية وأسلحة ومعدات عسكرية في الجبهات الشرقية. طبعا البيان وصف بأن العمليات العسكرية الكثيفة مستمرة في مدينة ميلوتوبل وتتخذ القوات الأوكرانية موطئ قدم هناك. أخيرا كان هناك تصريح لنائبة أو الناطقة باسم عمليات الجنوب ناتاليا هومينيوك بأنه طالما لم يتم إحياء مبادرة الحبوب بين الرئيسين التركي والروسي فإن الموانئ الأوكرانية والبنى التحتية الأوكرانية الخاصة بالحبوب وممرات الحبوب التي انسحبت منها روسيا لا تزال تحت التهديد، وأن روسيا بعثت برسالة خلال هذا الاجتماع باستهداف كثيف على موجتين على مدينة أوديسا وعلى عدد من الموانئ على نهر الدانوب في الجهة الجنوبية. أخيرا أعلن الحاكم العسكري لإقليم زابوريجيا عن استهداف عدد من المدن خلال 24 ساعة الماضية نتج عنه مقتل امرأة في السبعينيات من العمر، وأيضا كان هناك استهداف في مدينة خيرسون حسب ما أعلنه أيضا الحاكم العسكري لمنطقة خيرسون نتج عنه إصابة مواطن. كل هذه التطورات تأتي بعد إقالة وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف، والذي أكد في آخر تصريحاته قبل الإقالة عن أن الخريف سيشهد ثورة من المسيرات الأوكرانية على كافة المستويات سواء بحرا أو جوا. سينار.